السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ لو سمحت أسألك أسئلة من فضلك. اتفضلي. دلوقتي حكم الصدقة اللي هي الأب والأمان، أنا كنت قبل كده بتصدق من نية أبي وأمي الله يرحمهم، ويعني عشان ياخدوا الثواب منه أكتر، من يعني ما كنتش بني من الصدقة ليا، يعني بتصدق لأبي وأمي من نية الصدقة تبقى ليهم يستفادوا بحسنات أكتر. انا دلوقتي حد كان قال لي ان في كل وقت ليكي وليهم واي حد كان بيحبوه الاقربهم. يا اختي اختصر السؤال معذره، لا تكلمي كلام كثير، اختصري في السؤال. يعني حكم الصدقه لي ولابي ولامي؟ لا باس، اذا تصدقت بألف جنيه هيكون 350 ليكي، 350 لابيكي، 300 لامك، هتوزع الجميع. لكن اذا صدقت بألف جنيه لك نفسك فالأجر داخل عليك أنت فقط، الأمر واسع.